هو كنت حاضر ولكن الاخ ديالي راه ما فيش هادشي، ما يقدرش يضرب وما تيضربش وما يقتلش وما يدير حتى حاجه. اخويا اخويا كبير اجي شي واحد زعما ديال المضاربه ولا ديال شرف عمرو، راه عمرو واحد 60 سنه تقريبا 62 تقريبا ماشي راه اون تريتي في الوقايه المدنيه. شحال خدم في الوقايه المدنيه؟ 30 عام في الوقايه المدنيه. شحال خدم مع الدوله وشحال خدم مع الوطن؟ 30 عام اللي خدم في الوقايه المدنيه، كان في عين السبع وكان في بنسيك وخدم في المرسى فهمتي، ومسكين قدر عليه الله ما شاء، هو ماشي ديال داك الشيء وما ما تيضربش. مشينا حنا عندو دابا الكوميساريه اللي ما ودينا راه ماشي مجرم، حنا راه ماشي مجرم، ما عمر خويا كان مجرم نهائيا. هو غير تشانق معاه قدر الله ما شاء. شنو عاودكم كيفاش وقع هادشي؟ انا ما شفتوش، شفت الاخت ديالي انا ما شفتوش، وما يقدرش معاه، ما خلاوناش نهضروا معاه. شافت اختي ولكن ما خلاوهاش تهضر معاه بزاف، هذا هو اللي كاين. واخا عطينا الاخت ديالو، عطينا الاخت ديالو كيفاش الحاله ديالو الشريفه؟ كيفاش لا يرتلى خويا؟ برك كيبكي خويا، ما يديرش هذيك الحاله، ماشي ديالته ماشي ديالته، ما يديرش ما يضربش ما يضربش حتى حاجه قط، ما يضربوش. سول عليه الناس هنايا كلشي، سول عليه الجيران، سولوا الخدمه ديالو، سولوا كلشي. خويا ما يضربش، خويا ماشي ديال الحبس، خويا ماشي ديال هادشي، وما شاهدين فيه. قال لك بقى كيهز في الكراسي ويخبط، يهز في الكراسي ويخبط، يهز في الكراسي ويخبط. هذاك الاخر اللي توفى الله يرحمه، الاخر قال لك بقى، قال لك كيهز ويخبط، يهز ويخبط. قال لك وفي الاخر، قال لك وفي الاخير قال لك كان صايم، سخف قال لك، وكان صايم وعدو السكر وطاح، والناس كلها شهدت من القهوه، كلشي شهد بان راه ما ضربوا ما والو، هما تشادوا وفكوهم. هذاك خرج برك يضرب فيه بالكراسه، هذاك قال لي سير خرج نتايا وخليه هوايا، خليه هنا. هذاك خرج وهذاك دخل يغسل وجهه، هادشي اللي كاين اللي قال لينا. ودابا كيبكي قال لي واش انا عارفاني غنقتل، واش عارفاني مجرم انا، واش انا عارفاني غنقتل. هذا خوك مسكين، هذا خويا وزيد عليا انا كبر منك؟ لا هو صغر مني، انا 56 ولدي 57، ما يقتلش وما يضربش. وسولوا ولدي الجيران كاملين، سولوا كلشي، الناس سولوا ما كيخرجش واخا ينوض الصداع. سمعتي ولدي ديما هو صابر وديما جيرانه يكون ما كنعرفوش ما كاينش. انا قبل ما نجي عندكم سولت الاصدقاء ديالو في الوقايه المدنيه، كلهم كيشكروا. وقول راه دوز مع المخزن، راه ماشي شي راجل مجرم ولا خيب ولا، راه ماشي شي راجل مجرم، راه راجل، راه ما نقولش لك صافي، راه ماشي، راه الصلاه والدين، وراه ماشي شي راجل خيب، ولكن قدر الله ما عندنا كي غنديرو حنا، فان الله شكرناه.